فاز سعيد الناصري رئيس فريق الوداد الرياضي يحيى زبران ويحيى عطية الله ورضا التقنوتي قبل المونديال. وكان وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي قد اختار الودادي الثلاثي لتمثيل الأسود في نهائيات كأس العالم. وسيقام كأس العالم 2022 في قطر خلال الفترة الممتدة بين 20 نوفمبر و18 دجنبر. ووعد سعيد الناصري الثلاثي الودادي بأن يكون لهم نصيب من تعويضات الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، ويمنح الفيفا الفرق المحلية 10,000 دولار عن كل يوم لكل لاعب، وهو ما سينعش خزينة الوداد الرياضي بمبلغ جد مهم. وأكد الكورة أنه بعد النظر في التعويضات اليومية لهذا الثلاثي رفقة الوداد الرياضي وسلم المكافآت المعمول به داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم والمكافآت التي وعد بها فوز القجع في حال تجاوز دور المجموعات، فإن ثلاثي الوداد الرياضي سيستفيدون من تعويضات إضافية من الفريق، وسيستفيد الوداد الرياضي من 1,000,000 دولار تهم تعويضات من الفيفا من 4 وليس 5 لاعبين، إذ يحق لبطل المغرب الاستفادة من ضم أشرف داري الذي احترف في بريستال الفرنسي لقائمة الأسود.